كمان الوطن سبورت قال ان خصص مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي فقره للتسديد على مرمى خلال مران الفريق الاحمر النهارده يوم الثلاثاء، واللي كان مقام طبعا على استاد مختار التتش في الجزيره. شارك في الفقره دي الاشرف طبعا عليها المدير الفني عدد من اللاعبين كسلاح طبعا ان هم ازاي يهزوا شباك طلائع الجيش في المباراه القادمه مباراه غد. استمر كمان رمضان صبحي في اداء فقرات اضافيه بالتسديد على المرمى بعد ما انتهت فتره التسديد لكل اللعيبه عشان يحسن من أدائه على الفقرة دي أو على التسديد على المرمى. كمان القاهرة 24 قالت ان بيستعيد الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي خدمات الثلاثي عمرو السولية ومروان محسن ومحمد الشناوي خلال مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز. الثلاثي طبعا كان غايب عن مواجهة المصري البورسعيدي اللي فاتت طبعا ده بسبب الايقاف بسبب طبعا تراكم الكروت الصفراء في المباراة اللي انتهت للنادي الاهلي بهدفين دون رد. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي اللي كان متواجد النهاردة في التدريب الصباحي الخاص بفريقنا الأول لكرة القدم. مساء الخير عليك يا شريف، وعايز أعرف منك كل الأخبار كل الكواليس أهم وأبرز اللي حصل النهاردة في التدريب الأخير قبل مواجهة طلائع الجيش بكرة إن شاء الله. الخير عليك شيما وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن شيما النهارده كان التمرين الساعه 11 صباحا، يمكن قبل ابتدى التمرين كان في محاضره من مستر لاسارتي ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين حوالي اربع خمس دقائق اتكلموا فيها عن التركيز الشديد لمباراه بكره. لا صوت يعلو فوق مباراه طلائع الجيش، طلب اللاعبين هي الحصول على الثلاث نقاط. يمكن بعد هذه المحاضره اللي استمرت حوالي خمس دقائق كان في احماء لجميع اللاعبين ثم تقسيمهم لمجموعات، الضغط على